تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، صبحكم الله بالخير، حياكم الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي. خلال البرنامج إن شاء الله بنتطرق لأمور صحية وطبية تهمكم وتفيدكم، وطبعا مثل ما عودناكم تسرنا مداخلاتكم واقتراحاتكم واستفساراتكم خلال الحلقة. قبل ما أذكركم برقم التواصل ويانا، أحب أرحب فريق العمل وياي اليوم في الإعداد حسني البلاونة، في التنسيق ميرا القفلي، في الإخراج عيسى سبيل. صباحكم الله بالخير جميعا. ومحدثتكم اليوم دكتورة عاش البسطي. مثل ما عودناكم مواضيعنا بتتطرق لتغذوية صحية طبية، أشياء متنوعة. طبعا اليوم عندنا دراسة مميزة وحلوة بعد وبتفيد خاصة الأمهات. أذكركم برقم التواصل ويانا 600-55-1414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. اليوم الحمد لله رابع يوم في شهر رمضان المبارك، الله يعود علينا وعليكم كل خير وصحة وسلامة وسعادة كذلك. الحمد لله مرت الأيام. خلال البرامج تطرقنا خلال أيام رمضان تطرقنا المواضيع كثيرة تختص أو تهتم بشهر رمضان، وأشياء معظمها تكون صحية ولها علاقة بشهر الفضيل. اليوم كذلك فقراتنا بتكون متنوعة وتتطرق لهذا الشيء، سواء التغذوية وسواء الطبية. بداية ببتدي بدراستنا اليوم. دراستنا ما أقولكم إنها علاقة بالصيام، بس تفيد الأمهات أكثر شيء، خاصة حديثي الولادة، اللي هي دراسة تقول علاقة غير متوقعة بين الرضاعة الطبيعية والبدانة. أظهرت دراسة حديثة أجرتها منظمة الصحة العالمية أن الأطفال اللي يرضعون رضاعة طبيعية هم أقل عرضة للبدانة مقارنة بأولئك الذين يتقذون بمسحوق الحليب، خصوصا إذا استمرت الرضاعة الطبيعية لمدة 6 أشهر على الأقل، يعني في بداية من ولادة الطفل لست أشهر. وأوضحت الدراسة بعد متابعة عينة من حوالي 30,000 طفل تراوح أعمارهم بين 6 و9 سنوات في 16 دولة أوروبية أن الأطفال الذين لم يضعوا أبدا رضاعة طبيعية هم أكثر عرضة بنسبة 22% للبدانة من الأطفال اللي رضعوا رضاعة طبيعية لمدة 6 أشهر على الأقل. ونشرت الدراسة خلال انعقاد المؤتمر الأوروبي للبدانة اللي يستمر حتى الأربعاء في غلاسكو. وقال مؤلفو الدراسة أن هالنتائج يجب أن تحظى السلطات الصحية على تشجيع الرضاعة الطبيعية كجزء من سياساتها الخاصة بالوقاية من السمنة، مع تدريب أفضل للمهنيين الصحيين وضوابط تسويق أكثر صرامة لمصنعي الحليب ومزيد من التشريعات الوقائية للأمهات المرضعات. وفي دراسة أخرى نشرت في المؤتمر أشارت منظمة الصحة إلى أن الكثير من الدول الأوروبية تكافح من أجل خفض مستوى البدانة لدى الأطفال رغم سياسات الوقاية الحالية. وتوصل المنظمة بالرضاعة الطبيعية الحصرية حتى عمر 6 أشهر واستمرارها من 6 أشهر إلى 2 سنين على أن تستكمل بنظام غذائي آخر، يعني خلال أول سنة، يعني خلال بعد 6 شهور يبتدون، يعني نحن مثل ما نسميها الفطام، يعني ما بأن الاعتماد الكلي على حليب الأم خلال من 6 شهور إلى 2 سنين، لا، أن تدخيل الأكل للطفل اللي هي نسميها مرحلة الفطام لما يتعود على الأكل، عقب أنه يتوقف عن حليب الأم لأنه من والولادة لـ 2 سنين. بالنسبة للرضاعة الطبيعية
وبالأخص حليب الأم خلال هالفترة، مو بس بخصوص البدانة، حتى بالنسبة لمناعة الطفل تكون مختلفة تعرضه، وهذا يؤدي مناعته تزيد، لأن المضادات الحيوية اللي تكون في حليب الأم خاصة اللي نسميها الكوليستروم، اللي هي بداية بعد بداية الولادة في أول يومين في إدرار الحليب، صح كميتها قليلة بس هذه فيها مضادات حيوية جدا قوية، هذه المضادات ترفع من مناعة الطفل في الفترة الأولى من عمره، حتى تعرضهم للحساسية يكون وايد أقل من الأطفال اللي يبتدون بحليب يعني بالحليب الصناعي أو الحليب أو مسحوق الحليب مثل ما ذكر بالدراسة، بس الدراسة طرقت إلى البدانة. الحمد لله كل عيادات الهيئة الحين صديقة للطفل، اللي هي تشجع الرضاعة الطبيعية وتوصي فيها. في عيادات خاصة بالرضاعة، يعني الأم من بداية فترة الحمل تنعطى مواعيد لعيادة الرضاعة الطبيعية من البداية، لتثقيفها، شرح طريقة الرضاعة كيف بتكون، شوف فوائدها، شو المشاكل اللي بتتعرض لها كذلك في البداية أو الصعوبات اللي بتتعرض لها في بداية الرضاعة، وكيف تحل هاي المشاكل اللي تتعرض لها، وكذلك كيف إذا زادت عليها المشاكل أو حست بأعراض معينة تتواصل مع منو عشان يساعدها كذلك. فهالشيء وايد يساعد الأمهات من البداية ويشجعهم على استكمال الرضاعة الطبيعية. وكذلك حتى بعد الولادة في زيارات معينة للمرأة بعد الولادة في المستشفيات اللي عندنا اللي مهتمة بالطفل والأم، اللي هو مستشفى لطيف ومستشفى دبي، كذلك هذه المستشفيين عندهم مستشفيات صديقة للطفل اللي هي تعتمد اعتماد كلي على الرضاعة الطبيعية. التشجيع تكون أخصائية الرضاعة الطبيعية تكون في زيارة مستمرة للأم خلال تواجدها في المستشفى، كذلك لمساعدتها وشرح طريقة الرضاعة، شو الصعوبات خاصة من البداية، خاصة إذا وحدة في أول مرة يكون عندها طفل، وبالنسبة لكيف تستمر في هذا الشيء. هالشيء يشجعنا وايد على يعني الحمد لله الخدمات كثيرة متوفرة عشان تشجع الأمهات على الرضاعة الطبيعية، وهذا موضوع جدا مهم صراحة. يمكن كثير من الأمهات يضيجون أول فترة أنه صعب الوحدة توها والده وتعبانه والطفل يصيح طول الوقت، بس مع الاستمرار في هذا الشيء خلاص هو يتعود وهي كذلك تعود، والأهم الأشياء اللي بتفيد الطفل من هذه الرضاعة الطبيعية. في حالات معينة يمكن تقول لك الإدرار يكون أقل أو الطفل ما تقبل، في هالأشياء نقدر نراجع أي عيادة صحية نحن تابعين لها فيها تكون عيادة الرضاعة الطبيعية، اللي بيساعدون الأم على تخطي هاي المشكلة إذا كان عندها مشاكل معينة بخصوص الرضاعة الطبيعية. بس أهميتها كبيرة، ويعني وكل طفل له حق أن ياخذ هالأشياء المفيدة اللي في حليب الأم وخلال الرضاعة الطبيعية، خاصة في أول 6 شهور لين ما يبدأ تدخل الأشياء الثانية، لين ما تبدأ عملية الفطام وندخل الأكل الثاني لين سنة، خلاص يكون الحمد لله يبتدي يأكل من أكل البيت ويكون كشخص عادي يبتدي يأكل شوية شوية. فهاي هي فقرتنا ودراستنا لليوم. طالعين فاصل إن شاء الله وياكم، ورادين موضوع مهم يهمنا جميعا وله علاقة سواء بيئتنا الإماراتية، لأن هالشيء نحن ما نقدر نستغنى عنه، شيء يومي على موائدنا وخاصة في رمضان اللي هو التمر. رادين طالعين فاصل إن شاء الله ورادي لكم. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. نذكركم برقم التواصل 6005551414 ورسائل النصية على 4006. الحين مثل ما عودناكم على الفقرة التقذوية، فقرتنا التقذوية اليوم جدا مهمة، طبعا تهم مجموعة كبيرة من الناس إذا ما كانت الكل، اللي هنا بتحدث عن شيء أساسي عندنا نحن في بيئتنا الإماراتية اللي هو التمر. التمر دخل في حتى يعني في معظم يومنا تقريبا، نحن نحب ناكله، دخل في حتى حلوياتنا اللي ناكلها وفي جزء من طبخنا بعد، وشيء أساسي خاصة في شهر رمضان، وطبعا الناس تحب
تتنوع في أنواع التمر عندنا، تجرب أو تاكل من أنواع مختلفة من التمر. في ناس تفضل أنواع معينة، بس دائما كبيئتنا الإماراتية نحب تقريبا كل أنواع التمر. اليوم إن شاء الله بتكون فقرتنا التغذوية التمر في رمضان، ويانا الأستاذة مي بن ثاني، أخصائية التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي. صباحك الله بالخير مي. صباح النور والسرور. هلا هلا مي. مي، مثل ما بعرفين التمر شيء أساسي عندنا، وخاصة في رمضان بالأساس. فممكن تكلمينا أكثر عن التمر في رمضان؟ إن شاء الله اليوم بنتكلم إن شاء الله عن فوائد التمر في رمضان. أول شيء مثل ما ذكرتي إن التمر هو جزء مهم من السفرة في رمضان. البدء في الإفطار عليه يعد سنة من سنن الرسول عليه الصلاة والسلام. صلى الله وسلم عليه. الحكمة منه هو تعويض الجسم عن السكريات والعناصر الغذائية اللي تم فقدها خلال فترة الصيام الطويلة. طبعا هناك فوائد عديدة للتمر وخاصة للصائم، وأهم فائدة أنها مصدر سريع للطاقة. هي سريعة الامتصاص والهضم، عملية امتصاصها تأخذ أقل عن نص ساعة في الجسم. أيوة. القيمة الغذائية للتمر، ثلاث حبات من التمر تحتوي تقريبا على 70 سعرة حرارية، أي بما يعادل حبة فاكهة في اليوم. أيضا فوائد التمر أنه يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن. من أهم الفيتامينات اللي موجودة فيه فيتامين B1 وB2، تساعد هالفيتامينات على إنتاج الطاقة في الجسم، وأيضا يحتوي على فيتامين A وفيتامين C. من المعادن أيضا اللي موجودة في التمر واللي هي جدا مهمة للجسم، المغنيسيوم. المغنيسيوم يقوي العظام ويزيد من كفاءة الجهاز المناعي. وهناك أيضا معدن السيلينيوم، ويعمل السيلينيوم كمضاد للأكسدة في الجسم، والبوتاسيوم ينظم عمل القلب ويحسن أداء الأعصاب والعضلات. وأيضا التمر يحتوي على الكالسيوم والحديد. ممتاز. بالإضافة إلى هذه الفوائد، التمر يحتوي على نسبة عالية من الألياف، وفائدة الألياف جدا مهمة في هالفترة، لأن الصايم يكون أكثر عرضة يعني مع قلة شرب السوائل وقلة أكل مثلا الخضروات والفواكه، فممكن يكون أكثر عرضة للإصابة بالإمساك. أيوة صح. فالتمر يساعد على تحسين الجهاز الهضمي. وأيضا من فوائد الألياف أنها تحافظ على نسبة السكر في الدم، وهالشيء جدا مهم حق مرضى السكري. ممتاز. وفي النهاية يعني مع هالكل فوائد كلها نقول إن صحة التمر غذاء متكامل، ولكن ننصح بعدم الإكثار منه وأخذه باعتدال عشان نستفيد من كل العناصر الموجودة فيه. بالنسبة لل يعني الشخص كم يقدر يأخذ في اليوم بخصوص التمر؟ قلنا إذا الشخص يعني بدون يعني فرضا بدون مريض، مو مريض سكري، والأشخاص اللي عندهم مرض السكر. الحين كل مجموعة غذائية احنا لنا حصص معينة ناخذها. فاحنا احتياجاتنا من حصة الى حصتين من الفواكه في اليوم، واحنا قلنا قبل ان ثلاث حبات من التمر تعادل فاكهة واحدة، يعني احنا نقول ماكسيمم من 7 إلى 10 حبات تمر في اليوم. هاي احتياجاتنا اللي احنا نقدر ناخذها. وبالنسبة لمرضى السكر، المرضى السكر مثل ما ذكرت لك، هم بعد مثل ما احنا يعني ان حصص هم لهم حصص في اليوم، فعلى حسب الحصص اللي هم اللي في نظام الغذاء يقدرون ياخذون التمر. ممتاز. مي، بالنسبة للتمر مرات يكون في إضافات معينة، مثل في حد يعني بالنسبة لي في حد يضيف له الشوكولات، تشترينه من برا عليه شوكولات، أو في أشياء تكون مضافة لها مكسرات سادة، وفي أشياء مكسرات مكرملة، في أشياء تكون في مثل قشور البرتقال المكرملة. صح، هذه ما يفقد قيمتها، لكن هذا يزيد من قيمة الغذاء. يعني مثلا إذا حطينا لها شوكولات ممكن إحنا نزيد من نسبة الدهون عليها، إذا كان الشوكولات عادي مو بدارك مثلا. إذا ضفنا لها مكسرات بتكون قيمتها الغذائية أعلى، يعني من السويد إحنا يعني الاستفادة منها بتكون أكثر، إنه بزيد قيمتها الغذائية. إضافة إلى الأشياء الثانية اللي تكون فيها مثل السكريات بتكون يعني أكثر. ما بتفقدها، ما بتفقدها قيمتها الغذائية، لكن بزيد عناصر غذائية ثانية من الأشياء اللي بنضيفها لها. بالنسبة لي التمر نفسه. هي بطل. أيوة. وبالنسبة للحصص اللي موصى فيها من 7 إلى 10 تمرات للشخص، سواء اللي عندهم سكر أو اللي ما عندهم أي أمراض ثانية صحية. مي، كلمة أخيرة توجهينها للمستمعين الكرام.
مثل ما ذكرت من شوية، نحاول إحنا ما نكثر من أخذ التمر، وبشكل عام إحنا ما نزيد من كل المجموعات الغذائية، ناخذ الأشياء باعتدال، خاصة للصايم اللي تو بادي يفطر. أيوة. مي بن ثاني، أخصائية التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي، شكرا لك. مثل ما طرقنا الموضوع التمر في رمضان، التمر طبعا أساسي عندنا في كل موائدنا تقريبا، نحن نعتمد عليه سواء في الفطور على الغداء قبل رمضان قصدي، وعلى العشاء يعني معظم في مرات في فترة الضحى أو في فترة العصر. يعتبر هالشيء بعد زي ك يعني ك نحن نعتبره كمب أنه وجبة، بس يعني كشيء أساسي بديل عن الفاكهة مرات، وبعد ناكل فواكه بس يعني هاي عادة تعودنا عليها من ناحية أكل التمر. على الفوائد هذه اللي فيه، يعني كم الأشياء اللي يمدها جسمنا فيها، سواء كانت الفيتامينات، المعادن، الكالسيوم والألياف، هاي أشياء كثيرة. فالحمد لله هذا شيء إيجابي من بيئتنا أن تعودنا على أكل التمر في معظم الأوقات، بس طبعا لنكثر منه. بس مع هذا هالشيء يعني يمد جسمنا بأشياء كثيرة تحتاجها، سواء ألياف سواء معادن أو حتى فيتامينات. وتعوضنا معظمنا بفضل التمر على أشياء ثانية مثل الحلويات أو الأشياء الأخرى. الحلو بعد أن قمنا نضيفه في حلوياتنا كنكهة وكإضافة للسكر، حتى في بعض المخبوزات بتلاحظون أن نضيف التمر أو مهروس التمر بدال السكر. فهالأشياء كلها تضيف أشياء وايدة لجسمنا. سبحان الله الفوائد الكثيرة اللي في بيئتنا اللي تعودنا أن نعتمد عليه، وتركيزنا على أنواع معينة من التمر عن الثانية. الحين أكثر تركيزنا فيه في فترة يمكن الفطور والسحور، شيء أساسي على كل مائدة في بيوتنا أن يكون التمر موجود، سواء كان نوع معين أو أنواع مختلفة كل يوم ناكلها. مثل ما ذكرت لنا مي في خلال الفقرة أهمية التمر، وأننا نقدر ناكل من 7 إلى 10 حبات في اليوم، يعني موزعة مو على كل فترة، يعني على الفطور 7 إلى 10 حبات وعلى السحور لا، أنها تكون موزعة على الفطور مثل ما تعودنا على 3 تمرات، وبعدين نوزع الكميات الباقية خلال اليوم، سواء ضفناها في أكلنا أو سواء كلناها كمكمل ثاني أو كمثل ما نسميها سناك أو شيء يعني إضافي خلال الوقت، أن من بين الوجبات كوجبة خفيفة. وهذا بيكون يعني للجسم زين من كل النواحي، لأن السكريات اللي فيه تكون سكريات طبيعية يعني من التمر نفسه، الألياف اللي فيه، ونفس ما ذكرت خلال فترة رمضان يمكن نبتدي نقلل نحن من شرب الماء، وحتى طبيعة أكلنا تتغير، فمجموعة كبيرة من الناس تتأثر ويكون عندها الإمساك ويتعبها خلال الشهر الفضيل. بس فننصح بالشيء الأساسي اللي هو نشرب الماء بكثرة، التمر فيه ألياف، الفواكه كذلك فيها ألياف، نبتدي نعتمد على الخبز اللي يكون بالنخالة لأن الألياف فيه أكثر، نهتم نركز على أكل السلطات، يمكن أكل السلطات يقل عندنا في فترة رمضان، فهالشيء يزيد أكثر من ناحية الإمساك عند أشخاص معينين. ونشدد على سالفة نشرب الماء نشرب الماء نشرب الماء في فترة فطورنا من الفطور للسحور، ونوزعه خلال اليوم، ما نركز على فترة معينة ونركز عليها، نفس ما ذكرت البارحة ويانا أخصائية التغذية أن ما نركز، في ناس وايد تركز على فترة السحور فقط على الماء، لا نركز طول اليوم على الماء بحيث نشرب المعدل اللي متعودين أو نزيد حتى في الكمية اللي متعودين نشرب الماء فيها. مستمعين الأعزاء طالعين فاصل إن شاء الله وراجعين لكم في موضوع كذلك مهم. صحة وسعادة. سمعنا الأعزاء رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صح وسعادة، أذكركم برقم التواصل ويانا 600551414 والرسائل النصية على 4006.
رجعنا لكم. موضوع اليوم كذلك مهم وجدا شيق وجميل. شهر رمضان الحمد لله مو بس أن اهتمامنا سواء بالأكل وبصحتنا لها علاقة بالأكل، فيش أشياء ثانية بعد تكون كروحانية كدع، يعني مثل الواحد يتبرع فيها، والواحد طبعا كلنا عارفين أن الأعمال مضاعفة خلال هذا الشهر الكريم. بنتطرق الموضوع جدا مهم اللي هو التبرع بالدم خلال شهر رمضان، وخطة مركز دبي للتبرع بالدم خلال هذا الشهر الفضيل. يعد مركز دبي للتبرع بالدم أحد المراكز التخصصية المهمة في هيئة الصحة بدبي، اللي يقوم بتأمين وحدات الدم لمحتاجيها من المرضى بمختلف مستشفيات القطاعين العام والخاص، إضافة إلى مرضى مركز الثلاسيميا بدبي. والمركز وضع خطة خلال شهر رمضان المبارك وخلال فصل الصيف بشكل عام، وتهدف إلى جمع وتأمين كميات الدم المناسبة للمرضى لتفادي حدوث أي نقص في احتياجات المركز من الدم ومشتقاته بسبب طبيعة شهر رمضان وقلة عدد المتبرعين نظرا لبدء موسم الإجازات الصيفية. وللحديث عن المركز وخططه في هذا المجال يسمى أن يكون معنا عبر الهاتف الدكتورة مي رؤوف، مدير مركز دبي للتبرع بالدم. صبحك الله بالخير دكتورة. صباح الخير مسرور، أهلا بكم. هلا دكتورة، كل عام وانت بخير. وانت بخير وصحة وسلامة، مبروك رمضانكم وينعاد عليكم بالخير والبركة وعلى جميع المستمعين إن شاء الله. إن شاء الله على الجميع، إن شاء الله على الجميع. دكتورة، بداية نشكر جهودكم في مركز دبي للتبرع بالدم سواء طول السنة وبالأخص في شهر رمضان، وحتى في الفترات اللي تكون فيها عدد المتبرعين يكون أقل، فصراحة مجهودكم كبير ونشكركم على هذا المجهود في البداية. الله يحفظك ويسلمك، هذا واجبنا طبعا. دكتورة، بالنسبة للتبرع بالدم أو خلال فترة رمضان أو حتى في فترات معينة من شهور السنة وبالأخص في هذا الشهر وموسم الصيف، فشو هي خطتكم خلال هذه الشهور لتأمين كميات الدم الكافية المحتاجينها من المرضى؟ نعم طبعا، التبرع بالدم هو واحد من أهم وأسمى الأعمال الإنسانية، حيث يتبرع به المتبرع بالدم لناس في معظم الأحيان سوف لن يقابلهم في حياتهم، فهم عمل إنساني نبيل ويتبرع به المتبرع بدون ما يعرف وين يروح هذا الدم ولا إلى أي مريض. التبرع بالدم جدا مهم لأنه لا يوجد بديل لدم الإنسان لحد اليوم، ففي هناك ضرورة لمشاركة جميع الأشخاص الذي يستطيعون التبرع بالدم بالتبرع، لأنه هو هذا المصدر الوحيد للدم للمرضى المحتاجين. مثل ما ذكرت حضرتك أنه المركز هو المركز الوحيد اللي يتعامل مع المتبرعين بالدم في إمارة دبي، فنوفر الدم لجميع المستشفيات التابعة لهيئة الصحة في دبي ومستشفيات القطاع الخاص، حتى يستعد المركز لتوفير الدم في جميع الحالات وفي كل الأيام. ففي عندنا خطة طبعا بالنسبة لشهر رمضان الكريم، عمل المركز على أن يقسم ساعات العمل إلى وقتين، ففي الدوام الصباحي اللي يبدأ من الساعة 9 إلى الساعة 2 الظهر، وعادة يتبرعون الغير مسلمين أثناء هذا الوقت. وبالنسبة للمسلمين والصائمين فإحنا نفتح أبوابنا من يوم الأحد إلى يوم الخميس من الساعة 8 مساء إلى الساعة 1 بعد منتصف الليل. فبهذه الطريقة نقدر نستقبل جميع المتبرعين من جميع الأديان ونوفر وقت ملائم بالنسبة للصائمين أيوة، حتى يتبرعون بالدم. طبعا الدم اللي نسحبه يوميا تقريبا يصرف في اليوم الثاني، فإحنا في حاجة يوميا لكميات كبيرة من الدم، وهذا طبعا يرجع لتوسع الخدمات الصحية وتطورها والسياحة العلاجية في إمارة دبي، فالمركز يسحب تقريبا 50% من وحدات الدم على مستوى الدولة، وذلك للحاجة الماسة للدم بشكل مستمر.
وهاي يدل على أهمية هذا الشيء. يعني تقريبا أنتوا يوميا اللي يتبرعون فيه الناس سبحان الله يتوزع على مستشفيات ومراكز صحية كثيرة. نعم طبعا احنا نقول انه احنا نفتح طبعا الى الساعة 1 ليلا، لكن مختبراتنا تفتح الى الصبح، تستمر في ايام رمضان، يستمر لان في اجراءات فحوصات للدم. الدم ما يعطى مثل الطريقة اللي يتبرع بها الشخص، الشخص يتبرع الدم كامل، فهذا الكيس يروح الى مختبراتنا ويتم تحضير مكونات من الدم، فنطلع من كيس الدم الكامل كريات دم حمراء مركزة اللي تستخدم لعلاج فقر الدم، ونطلع صفائح دموية اللي هي تستخدم لعلاج النزيف، وهذه طبعا عمرها جدا قصير 5 أيام فقط، ونطلع بالإضافة لهذا من الدم الكامل بلازما الدم البشري اللي تستخدم لحالات الحروق وفقدان سوائل وهبوط في حجم الدم. فمختبراتنا تعمل إلى صباح اليوم التالي حتى تحضر الدم اللي تم التبرع به باليوم السابق إلى المرضى، ويتم طبعا صرفه حسب حاجة المستشفيات. فإحنا اليوم من هذا البرنامج طبعا نحب أول شيء طبعا نبارك لجميع المستمعين لرمضان، إن شاء الله ينعاد عليهم بالخير والبركة، ونحب أن نوعي الناس ونخبرهم بحاجة مراكز التبرع بالدم إلى المتبرعين بالدم، لأن هم المصدر الوحيد للتبرع بالدم. وحمد لله في شهر رمضان رغم أن الناس تكون صايمة وممكن تكون تعبانة من الصيام، لكن نشوف أنه في إقبال جدا كبير على التبرع بالدم، لأنه مثل ما تفضلت حضرتك أنه واحد من الأعمال الإنسانية، وطبعا في الشهر الفضيل الناس تتسارع لعمل الأعمال الإنسانية وللعبادة. فالتبرع بالدم هو حقيقة واحدة من الأعمال النبيلة، لأن الشخص يتبرع بالدم ويتعنى يجي للمركز وإجراءات التبرع بالدم ويكملها ويتبرع الشخص هو ما يعرفه وما يشوفه، هذا ولا يعرفه جنسيته أو لونه أو ديانته، وهو حقيقة عمل رائع. يعني ودكتورة مثل ما ذكرتي الشخص يوم بيتبرع بدمه ما بيتبرع بس لشخص واحد، يعني الدم نعم. يعني وراء الكواليس أو وراء في المختبرات يتم تقسيم الفئات كثيرة، فالشخص الواحد يمكن التبرع هذا أو الكيس الدم اللي يتبرع فيه بينقذ حياة يمكن 4 إلى 5 أشخاص، يعني مو فقط المتبرع الواحد يروح دمه لثلاث مكونات على الأقل، فهو على الأقل يفيد 3 مرضى، فهذا لأنه حيطلع كريات دم مركزة، حتطلع صفائح دم، وحيطلع بلازما دم. ممكن طبعا احنا دائما نطلع بعد مكون رابع اللي هو الراسب القري اللي هو فيه عوامل التخثر. فطبعا المتبرع الواحد رح يفيد عدة متبرعين. وبالنسبة لخطتنا حبيت يعني أضيف نقطة إذا سمحتي لي، إنه إحنا طبعاً في هذا الشهر عندنا كثير من الحملات المسائية والصباحية. ممتاز. ومثلاً في كثير جهات متعاونة ويانا نقدم لهم الشكر والتقدير، مثل هذه السنة الجمعيات التعاونية، ففي عندنا حملات تتواجد باصاتنا عند الجمعيات التعاونية حتى المتبرعين يتبرعون بالدم، والحمد لله في إقبال جدا جيد. في المساجد مثلا اليوم احنا موجودين في المسجد القريب في الكرامة، فكل أسبوع في عدد من المساجد تتواجد جنبها حافلة التبرع بالدم، وكذلك في جمعيات خيرية. وهذه الجمعيات الخيرية هذه السنة شفنا في لها إقبال كبير، واللي ينظمون فيها هم طلاب متطوعين. فهذا كله يعني اليوم احنا نحب يعني نخبر المستمعين الى وجود هؤلاء الاشخاص اللي يسعون للخير. واحنا في عام الخير كنا، وهذه السنة نحب نشير الى كل هذه الجهود اللي هي جمعيات خيرية، جمعيات التعاونية، في طلاب متطوعين، في ناس متطوعين، والمساجد كلها ما شاء الله يعني الحمد لله في لهم دعم الحمد لله. كبير لدعم العمل التطوعي، واللي أحد هذه الأعمال التطوعية هو التبرع بالدم. بس طبعا نحب نقول إنه إحنا دائما بحاجة إلى الدم، إحنا بحاجة إلى كل أصناف الدم، لأنها كلها تستنفذ بسبب كثرة الطلب على الدم ومكوناته في مستشفياتنا.
كذلك دكتورة أنتم توصلون للمتبرعين، ما فقط أنهم يجونكم للمركز، توصلون لأماكن قريبة حتى منهم لسهولة وصولهم لهالمكان وتبرعهم بالدم، لأن لأهمية هذا الشيء، يعني تحيي حياة شخص ثاني. نعم، احنا طبعا العدد حسب احصائياتنا نسبة المتبرعين اللي يتبرعون في المركز هم 20% فقط من من اجمالي عدد المتبرعين، لكن 80% هو متبرعين من خلال باصات التبرع بالدم، الحافلات المتنقلة. كذلك احنا يوميا لا يقل عن حملتين، يعني اقل شيء ممكن يكون عندنا حملتين خارجية، في معظم الايام عندنا 3 حملات، قسم منها عن طريق حافلات التبرع بالدم اللي هي الباصات المتنقلة. أيوة. وقسم منها تكون عن طريق الأسرة المجهزة والمتحركة اللي يملكها المركز، فنروح لمكانات مختلفة مثل في شركات، في دوائر، في جمعيات، فممكن نحط أسرتنا المتحركة وأجهزتنا ونرتب المكان بحيث يكون مناسب لضمان سلامة وراحة المتبرع بالدم. فيوميا لا يقل عن 2، هذا أقل شيء حتى نقدر مع اللي نجمعه بالمركز نوفر كميات الدم المطلوبة لمستشفيات في إمارة دبي، لأن الطلب جدا عالي. وطبعا هذا يعني مثل ما قلنا هو يعني مؤشر إيجابي يعكس تطور الخدمات الطبية وتوسعها والسياحة العلاجية ونشاطها في الإمارة. فبهذا طبعا إيقاف لزيادة الطلب على الدم ومكوناته. أكيد. والحمد لله، يعني أحب أن أذكر أنه مركز دبي للتبرع بالدم هو أول مركز في دولة الإمارات حصل على الاعتماد الدولي من جمعية بنوك الدم العالمية. ومن هو الاعتماد الدولي معناها أنه الإجراءات المتبعة تضمن سلامة المتبرع بالدم وتضمن سلامة المريض بإذن الله تعالى، المتلقي للدم نفسه. يعني نحب نقول للمتبرعين أنه ما في شيء يضركم، في فحص طبي قبل التبرع بالدم، لا تخافون. إذا قسم من الناس يقول يمكن أنا ما أقدر أتبرع، يمكن يغمى علي، لا، في 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 فحص طبي قبل التبرع بالدم للتأكد إنه المتبرع إذا تبرع ما في أي ضرر عليه ولا في مضاعفات، وإذا كان هو مطابق للشروط التبرع بالدم حيتبرع. وإذا يكون في عنده مثلا نقص في نسبة الهيموغلوبين أو الضغط أو عنده أي سبب طبي أو سابقا عنده مرض يمنع من التبرع بالدم، ففريقنا متخصص ومتدرب يمكن ينطي المشورة المطلوبة أو ينصحه. ممتاز، يعني شيء حتى الواحد يرتاح وهو ساير، يعني أساس ما يلس. معظم الناس أكيد نفس ما قلتي بيوسوسون من ناحية يمكن يغمى علي أو أنا من فترة ما سويت تحاليل، فهالشيء يشجعهم أكثر على أنهم يصيرون يتبرعون، لأن في مثل استشارة قبل حتى ما يتبرع بالدم. وبالإضافة لهذا في عندنا مركز الاتصال 800-342، ويمكن يتصلون فيه ويطلبون مركز التبرع بالدم إذا عندهم أي سؤال، وهم موجودين في البيت يقدرون يتصلون مثلا شو نسبة الهيموغلوبين، عندي سكر، أقدر أتبرع بالدم، إذا ضغطي عالي أقدر أتبرع بالدم. فهي الأسئلة كلها نرد عليها عن طريق مركز الاتصال، هو 800-342. نعم أيوة. نعم. 800-342. نعم، هو هذا مركز الاتصال، ولح ينطيهم خيارات يروحون على خدمة المستشفيات والمراكز التخصصية، وبعدين لح يتصلون في المركز ويردون عليهم بالمعلومات المطلوبة. واليوم هم من أحب أن أذكر المستمعين إلى أنه تطبيق دمي الذكي، اللي هو تطبيق ذكي على الهواتف المحمولة. أيوة. تم إدراجه تحت الخدمات الذكية لهيئة الصحة في دبي، فإذا ينزلون تطبيق DHA ويكون تطبيق دمي أول واحد بالتطبيقات الذكية، يقدرون هم على موبايلهم يشوفون معلومات عن التبرع بالدم، خدمات ذكية، حتى يشرحوا لهم فوائد التبرع بالدم، شروط التبرع بالدم، وين يروح هذا الدم، من المستفيدين منه. فأنصح المستمعين إذا نزلوا تطبيق دبي هيلث أوثوريتي DHA هيئة الصحة في دبي، ولح يشوفون تطبيق دمي. هو أول تطبيق في كثير من الصور والأفلام اللي حلو المتبرع يأخذ معلومات وإرشادات حول التبرع بالدم قبل وبعد التبرع كذلك. دكتورة مي، شو النصايح اللي توجهينها للمتبرعين بالدم خلال شهر رمضان المبارك؟ نعم، احنا طبعا نوجه بالنسبة للصائمين انه اذا يحبون وفكروا بالتبرع بالدم ما يكونون اخذوا
وجبة جدا دسمة وثقيلة، لأنه هذا طبعا ينعكس تكون نسبة الدهون في الدم عالية، وبعض المرات نضطر إلى إتلافة للدم يعني لا يمكن استخدامه. فإحنا ننصحهم أن يتناولون وجبة خفيفة يشبعون طبعا أكيد بها، بس تكون يعني صحية. وبعد التبرع بالدم إحنا ننطي المتبرعين بإيدهم مطبوعات إرشادات حول التبرع بالدم، إنه لازم مثلا يتناول كثير من العصائر والسوائل لتعويض كمية الدم اللي أعطاه، وإنه يتجنب طبعا التمارين الرياضية العنيفة، ويتجنب الصعود إلى مكانات مرتفعة، لأن ممكن إنه يصير عنده مثلا حالة من الإغماء أو مثلا الدوخة مرات تصير عند المتبرع إذا صعد مكان مرتفع. وطبعا إحنا دائما ننصحهم بتجنب التدخين على الأقل ساعة بعد التبرع بالدم، وطبعا هم التدخين أصلا ننصح بعدم وجوده في حياتنا أكيد، مو بس ساعة بس، يفضل طبعا المدخنين أنه يمتنعون عن التدخين لأضراره الصحية أكيد. فهذه هي يعني اللي نحب نقوله، بس طبعا همين نحب نقول أنه شوف فوائد التبرع بالدم أكيد. أيوة. مش بس أنه هو عمل إنساني يفيد المرضى المستخدمين الدم، وأنه طبعا في إلى أجر من رب العالمين، لكن التبرع بالدم ينشط الدورة الدموية وينشط نخاع العظم، فتطلع خلايا جديدة عند المتبرع نشيطة، كل المتبرعين يحسون بنشاط وخفية بعد التبرع بالدم، حتى كثير منهم يقولون في عندنا آلام بالمفاصل كلها راحت من بعد ما تبرعنا بالدم، بالإضافة لأنه يقلل من نسبة الحديد الزائد بالدم. وأثبتت الدراسات العلمية أنه اللي يتبرع بصورة منتظمة يعني متكررة يقلل هذا من نسبة الإصابة بالجلطة القلبية والدماغية، فهو يعني أجر ودعم للمرضى، بالإضافة إلى أنه في فوائد تنعاد على المتبرع نفسه للشخص نفسه، يعني أشياء صحية للشخص نفسه. دكتورة ما شاء الله إنجازاتكم في المركز خلال السنوات السابقة والسنة، ممكن تحدثين أكثر عن إحصائيات المركز خلال الربع الأول من العام الحالي، وكم وصل عدد الوحدات اللي تم سحبها من المتبرعين؟ نعم طبعا حسب إحصائياتنا لعام 2018 أنه عدد الأشخاص المقبلين على التبرع بالدم كان 65,186 متعامل، فهذا طبعا هو الأعلى على مستوى الدولة، ومنذ كثير سنة يعني أكثر من 10 سنوات مركز دبي للتبرع بالدم يسحب تقريبا 50% من وحدات الدم المسحوبة في الدولة، في مراكز ثانية طبعا تابعة لوزارة الصحة ولصحة أبوظبي اللي هي مراكز حكومية تسحب الدم، ومركز دبي في هيئة الصحة في دبي، فإحنا الأعلى بسبب زيادة الطلب في إمارة دبي. ما شاء الله 65,000 يعني عدد كبير. نعم نعم يعني تقريبا 66,000 يعني متعامل يجي للمركز والحملات. نظمنا في عام 2018 734 حملة للتبرع بالدم، فمثل ما قلنا أنه إحنا يوميا لا يقل عن 2 إلى 3، وإحنا طبعا يعني دائما نقول أنه إحنا فاتحين من الأحد للخميس، بس حقيقة إحنا كل جمعة نعمل لسحب الدم من المتبرعين، لكن ما يكون أنه أي شخص يجي يتبرع، نكون منظمين حملات مع جهات خاصة، منظمات إنسانية مع شركات خاصة، جمعيات خيرية، فيوم الجمعة كل جمعة المركز يكون شغال لسحب الدم من ناس تم تنظيم معهم هذه الحملات حتى نقدر نغطي طلب الدم. ففي 2018 عملنا 734 حملة، وبالنسبة لإحصائياتنا لعام 2019 إلى حد اليوم عدد المتعاملين 24,551 متعامل، ما شاء الله. وعدد الحملات اللي نظمناها في عام 2019 هو 264 حملة لحد اليوم، ما شاء الله. طبعا مثل ما قلنا الحملات صراحة. اما عن طريق باصات اللي هي حافلات التبرع بالدم ونسميها بنوك دم متنقله، او عن طريق القاعات ونضع فيها الاسره المتحركه والاجهزه، وطبعا عندنا طاقم طبي متدرب على تنظيم الحملات،
وطبعا نأكد على أنه جميع الحملات والمركز يعني كثيرا بسلامة المتبرع بالدم. كل المواد المستخدمة تستخدم لمرة واحدة، الأبر وأكياس الدم ومواد التعقيم، فكلها تستخدم لمرة واحدة ولا يوجد مضاعفات للتبرع بالدم. يعني إذا صار مضاعفات أثناء التبرع بالدم فهي أشياء بسيطة جدا، مثل دوخة خفيفة لبضع دقائق، أو أنه مثلا يصير كدمة مرات في مكان دخول الأبرة، بس كلها أشياء بسيطة ويعني بسيطة. ونفس ما قلتي دكتورة، أنتم تنبهون المرضى بعد قبل التبرع بالدم وكذلك بعد التبرع بالدم، شو الأشياء اللي يتفادونها أساس الأعراض هذه ما تصيبهم؟ احنا طبعا نعطي مثل ما خبرت حضرتك انه نعطي احنا بروشور صغير عن ارشادات ما بعد التبرع بالدم، وهذه الارشادات فيها انه مثلا اذا صارت كدمة شو تعملون، يعني لازم يحط مثلا بال24 ساعة الاولى بعد التبرع اذا صارت كدمة يحط باك ثلج، مثلا اذا عبرت اليوم ال24 ساعة يحط باك دافي مثل جوز أو قطن بشوية مي دافي على المكان عشان يتفادى هاي الأشياء. نعم. وبالنسبة إلى طبعا عدم الصعود للمكانات المرتفعة، شرب كثير من العصائر والسوائل لتعويض كمية الدم اللي أعطاه الشخص، وإحنا طبعا عندنا دائما تذكير للمتبرعين في موعد التبرع القادم، ونعطيهم أرقام تليفوناتنا، فإذا عندهم أي سؤال أي استفسار يقدرون يتواصلون وياكم بعد التبرع، ممكن يتصل فينا وإحنا نرد عليه، يا أما مركز الاتصال يرد على الأسئلة الروتينية، بس إذا عنده سؤال خاص فهم يحولوه على الطبيب الموجود عندنا في المركز، وفي عندنا طبيب متخصص بالاستشارة الطبية يعطي المشورة الطبية للمتبرعين قبل وبعد التبرع. مجهود كبير دكتورة مي، وإنجاز أكبر دكتورة كذلك، نشكركم عليه في مركز دبي للتبرع بالدم. نشكرك دكتورة مي رؤوف مدير مركز دبي للتبرع بالدم، شكرا دكتورة. شكرا لكم، الله يحفظكم. شكرا مستمعينا الأعزاء، كانت هاي آخر فقرة لنا في البرنامج اليوم. نتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة وكلها صحة وسعادة. أشكر فريق العمل وياي اليوم في الإعداد حسني البلاونة، في التنسيق ميرا الغفلي، وفي الإخراج عيسى سبيل، ومحدثتكم دكتورة عاش البسطي. نلقاكم إن شاء الله يوم الأحد الجاي، وإجازة نهاية أسبوع سعيدة، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.